بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا كتاب العهود كتاب التنوير في إسقاط التدبير لسيدي ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا عند مسألة الادخار، ووقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: وفي الحديث طالب العلم تكفل الله برزقه، طالب العلم تكفل الله برزقه. اعلم أن العلم حيثما تكرر في الكتاب العزيز أو في السنة إنما المراد به العلم النافع. كثير من الناس يعني يمدح مطلق العلم، والحقيقة هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، لأنه العلم لا يمدح لذاته، وإنما يمدح العلم باعتبار أنه دال على الله تعالى. فمن هذه الحيثية جاءت الأحاديث والآيات التي تتحدث عن العلم وفضل العلم والعلماء وفضل طلب العلم وهذه الأمور التي تقرؤونها جميعا. فالعلم يمدح بقدر ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طب علم لن يقربني إلى الله، يبقى مش داخل في الآيات والأحاديث، يبقى ملوش علاقة بالآيات والأحاديث. فكل علم يقرب إلى الله عز وجل هو العلم الذي مدحه الله سبحانه وتعالى، ولا يشترط أن يكون هذا العلم علم شرعي، فقد يكون دارس الفقه يدرسه للدنيا علشان يبقى قاضي مثلا. مش ينفع يبقى قاضي إلا إذا درس الفقه، فهو يطلب علم الفقه للدنيا. فبالنسبة له علم الفقه ليس علما نافعا ولا ممدوحا. قد يكون دارس الطب ممدوحا، لماذا؟ لأنه نوى نية صالحة بحيث يتعرف على ربه من خلال هذا العلم. وكنا سمعنا قديما بعض مشايخنا يقول إن العلم حيث أطلق فالمراد به العلم بالله، العلم حيث أطلق فالمراد به العلم بالله تعالى. معنى ذلك إن كل معرفة وكل معلومة وكل مسألة أنت بتدرسها لازم تدور إزاي المعرفة دي أو المعلومة دي تكون دالة لك على الله سبحانه وتعالى، وإلا فلا فائدة منها. قال: أعلم أن العلم حيثما تكرر في الكتاب العزيز
أو في السنة، إنما المراد به العلم النافع الذي تقارنه الخشية وتكتنفه المخافة. طيب، العلم النافع هو العلم الذي يزيد قلبك هيبة ومحبة في الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني العلماء من هم العلماء؟ العالم هو أم هو الأكثر خشية؟ مش الأعلم هو الأحفظ؟ مش الأعلم هو اللي أكثر عنده معلومات أكثر؟ لا، الأعلم هو الأكثر خشية. فعلم لا يورث القلب خشية، لا، علم غير ممدوح. علشان كده أنا قلت زمان إن حضرتك لما تسمع بعض الناس بيقولوا العلم سبيل النجاة مثلا، دي عبارة ليست كاملة، تحتاج إلى تكميل. العلم سبيل النجاة يعني العلم الذي يحبه الله تعالى، العلم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن كذلك فهو ليس سبيلا للنجاة، بل قد يكون نقمة على صاحبه. قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبين أن الخشية تلازم العلم، وفهم من هذا أن العلماء إنما هم أهل الخشية. وكذلك قوله: قال الذين أوتوا العلم والراسخون في العلم وقل رب زدني علما. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. وقوله: العلماء ورثة الأنبياء. وقوله: ها هنا طالب العلم تكفل الله برزقه. إنما المراد بالعلم في هذه المواطن العلم النافع. فكل هذه الآيات والأحاديث يراد بها ماذا؟ يراد بها العلم النافع، يعني العلم الذي يورث القلب خشية من الله عز وجل، مهابة من الله، محبة في الله تعالى. هذا هو العلم. وقلنا إنه لا يختص بالعلوم الشرعية. طيب، إنما المراد، يقول إنما المراد بالعلم في هذه المواطن العلم النافع القاهر للهوى القامع للدنيا. وذلك متعين بالضرورة، لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أجل من أن يحمل على غير هذا، أجل من أن يحمل على غير هذا. وقد بينا ذلك في غير هذا الكتاب. ليش الشيخ بيقول إنه كلام الله وكلام رسوله أجل من أن يحمل على غير هذا؟ لأنه لابد دائما إن احنا ننظر الأمور في الإطار العام. يعني الله لماذا خلق الدنيا؟ لعبادته سبحانه وتعالى، ولتزكية النفس، ولعمارة الأرض. فلما ربنا يقول لك اطلب العلم، يبقى لازم يصب في الثلاثة دول: عبادة الله تعالى، تزكية النفس. طيب، إذا لما ربنا يأمرني بأمر في القرآن، أمر جزئي في القرآن أو في السنة، يبقى لازم دائما أضع هذه الأوامر الإلهية أو الأوامر النبوية ضمن الصورة الكلية التي جاء من أجلها الدين. فلذلك يقول الشيخ هنا: لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أجل من أن يحمل على غير هذا. يقول: وقد بينا ذلك في غير هذا الكتاب. والعلم النافع هو الذي يستعان به على طاعة الله، ويلزمك المخافة من الله والوقوف على حدود الله، وهو علم المعرفة بالله.
يبقى الإنسان كلما عرف الله عز وجل، كلما ازداد لله محبة، كلما ازداد من الله خشية، كلما ازداد من الله قربا، وكلما رأى الأوامر الإلهية هدية من الله سبحانه وتعالى. مش ربنا عايز يقدرك وعايز يضايقك بالصلاة والصيام والحجاب وهذه الأمور، لا، ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك هدايا، بهذه الهدايا أنت تتقرب إلى ربك سبحانه وتعالى، وهذا القرب قرب عظيم، ليس أمرا هينا يعني. يقول: وهو علم المعرفة بالله، ويشمل العلم النافع العلم بالله، والعلم بما به أمر الله إذا كان تعلمه لله. يبقى العلم النافع يا إخواننا يدخل في علم العقيدة وعلم الفقه وعلم التزكية، يعني نحن الحمد لله الآن في مجلس علم نافع. لكن لاحظ هنا الشيخ بيقول إيه؟ إذا كان تعلمه لله، يبقى لازم الواحد يجعل نيته في كل علم بيتعلمه وفي كل مجلس بيحضره إنه حاضر لله سبحانه وتعالى، لا أنا حاضر علشان أخلي الناس يمدحوني، أو علشان أتعالى على الناس أو أتفاخر عليهم، أو لا أنا عايز والله الناس ما تقولش عليا كذا. يعني الناس لا عايزهم يمدحوني ولا عايزهم يذموني، أنا الناس مش في دماغي خالص، مش في دماغي خالص الناس. هو ده الإيه؟ هذا هو الإيه؟ ما يجعل العمل لله سبحانه وتعالى، لقوله عليه السلام: طالب العلم تكفل الله برزقه، أي تكفل له أن يوصله له مع الهناء والعزة والسلامة من الحجبة. يبقى تكفل الله برزقه، لاحظ هنا إن الشيخ فسر الرزق هنا، فسر الرزق هنا على نحوين، رزق مادي ورزق معنوي. فقال لك هنا ربنا هيوصل له الرزق مع الهناء والعزة، يبقى ده الرزق الايه؟ المادي. والسلامة من الحجبة، الرزق المعنوي، انه انت حضرتك اذا رأيت غير الله عز وجل وظننت أن غيره يرزقك فقد حجبت عن الله تعالى. فأنت إذا كنت طالب علم ولا ترى في علمك إلا الله ولا تطلبه إلا لله، فأنت الحمد لله موصول بالله، لم تنقطع عن الله تعالى، فأنت مش محبوب. وإنما أولنا هذا التأويل وأن معنى التكفل تكفل خاص، وذلك لأن الحق سبحانه متكفل برزق العباد أجمع، طلبوا هذا العلم أو لم يطلبوه، فدل على أن هذه الكفالة كفالة خاصة كما ذكرنا. يبقى إذن لما الحديث هنا يقول طالب العلم تكفل الله برزقه، يعني سيصله مع العز والسلامة من الحجاب، مش هيذل نفسه لحد. فدل أن هذه الكفالة كفالة خاصة كما ذكرنا، لأنه أفردها بالذكر، ولهذا المعنى وأن معنى التكفل تكفل خاص، وذلك لأن الحق سبحانه متكفل برزق العباد أجمع، طلبوا هذا العلم أو لم يطلبوه، فدل على أن هذه الكفالة كفالة خاصة كما ذكرنا، لأنه أفردها بالذكر. ولهذا المعنى قال الشيخ رضي الله عنه لما قال: وأعطنا كذا، قال: والرزق الهنيء الذي لا حجاب به في الدنيا ولا حساب ولا سؤال ولا عقاب عليه في الآخرة، على بساط علم التوحيد والشرع، سالمين من الهوى والشهوة والطبع،
فسأل من الله الرزق الهنيء وهو الرزق المتكفل به لطالب العلم. ثم فسر الرزق الهنيء بأنه الذي لا حجاب معه في الدنيا. طيب إذا لما حضرتك تسمع كده الدعاء اللهم ارزقنا رزقا هنيئا، إيه معنى كلمة الرزق الهنيء هذه؟ أو قال لك الرزق الهنيء هو الرزق الذي لا تنشغل به عن الله، فما فيش حجاب بينك وبين الله في الدنيا، هو الرزق الذي لا تحاسب عليه في الآخرة ولا تسأل عنه في الآخرة ولا تعاقب عليه في الآخرة. فيأتيك هذا الرزق يقول الشيخ على بساط التوحيد، يعني حضرتك عندما طلبته لم يخرج الله عز وجل من قلبك، فيأتيك الرزق سالم يقول الشيخ من الهوى والشهوات والطبع. فهذا هو الرزق الهنيء. فيقول ثم فسر الرزق الهنيء بأنه الذي لا حجاب معه في الدنيا لأن ما وقعت فيه الحجبة فلا هناء فيه، يعني أي حاجة ودي كأنها قاعدة الشيخ بيديها لنا، إنه أي حاجة فيها حجاب عن الله أو تحجب عن الله أو تبعد عن الله ما فيهاش هناء أبدا، ما فيهاش سرور، ما فيهاش فرح. وإن بدا لك غير ذلك، يعني إن بدا إن والله الشخص البعيد عن الله ده شخص سعيد أو يعني مسرور أو كذا، لكن الحقيقة إنه كيف يعد الهناء هناء والإنسان بعد شوية هيتعذب بهذا الذي فرح به قليلا في الدنيا. فلا هناء فيه، ولا هناء مش في الآخرة بس، وفي الدنيا كمان، لأنه بعد المعصية يا أخوانا القلب بيظلم، الإنسان فينا أحيانا يعمل المعصية ويظن أنه فيها فرحه وسروره ثم يظلم القلب فيشعر الإنسان بالندم ولا يتهنى بهذا الذي كان يظن فيه الهناء. إذ الحجبة توجب تكدر السر. يعني أنت لو عرفت اللي فاتك بالمعصية إيه؟ تتكدر. والتكدر عكس الصفاء. يعني عندي ماء صافي وماء متكدر. قلب صافي وقلب متكبر. سر صافي وسر متكدر. إذ الحجبة توجب تكدر السر، يعني بالضبط كأن حضرتك الآن منعت عن القلب حين حجب عن الله عز وجل الفلتر اللي بيفلتر الشوائب من القلب، طيب حجبت عن الله كأنك فتحت بالضبط على المية فرع آخر من المياه لكنه غير نظيف، فاختلط الماء الصالح للشرب بغيره. إذ الحجبة توجب تكدر السر بالمنع عن المحاضرة والصد عن المفاتحة لا على ما يفهمه العموم من أن الرزق الهنيء الذي حصل من غير وجود تعب ولا نصب. لما الإنسان يسمع دعاء بعض الصالحين اللهم ارزقني رزقا هنيئا يظن انه الذي لا تعب فيه، يعني حاجه تجيله كده بالمستريح. لا، الأولياء والعارفين هنا بيقولوا الرزق الهنيء هو الذي يأتيك بلا حجاب عن الله تعالى، لأن طبيعة الرزق انشغال،
انشغال. فإذا ربنا أراد أنه يصطفيك يعطيك رزقك بلا انشغال بالرزق عن الله سبحانه وتعالى. فالهناء عند أهل الغفلة فيما يرجع إلى الأبدان. عند أهل الغفلة الحياة الهنيئة هي إيه؟ إن الواحد يكون صحته كويسة، بيأكل كويس، بيشرب كويس، عايش في مكان كويس، دي الحياة الهنيئة. طيب عند أهل الفهم عن الله عز وجل الحياة الهنيئة هي حياة القلوب. حياة القلوب يعني ممكن يبقى الواحد قاعد في قصر ومش فرحان. ليه؟ لأنه المسألة عنده، البوصلة عنده مظبوطة على القلب. وعند أهل الفهم فيما يرجع إلى القلوب ووقوع الحجبات في الرزق، إما بشهود الأسباب والغفلة عن الله، وإما بأن تتناوله وليس قصدك التقوي على طاعة الله. أيوة، هنا الشيخ هيبدأ يشرح لنا، يقول لنا إمتى الواحد يكون محجوب بالرزق عن الله سبحانه وتعالى فلا يكون رزقه هنيئا. يقول إن هذا الحجاب يكون إما وإما، يعني حاجتين، إما بشهود الأسباب والغفلة عن الله، يعني نسيان المسبب، وإما بأن تتناوله تأخذ رزقك وليس لك فيه نية صالحة، يعني بس تجيب الأكل عشان تأكل، تروح الشغل عشان لازم تشتغل عشان تجيب المصاريف. طب ليه؟ مفيش نية. طب المفروض أعمل إيه؟ المفروض حضرتك عندما تذهب إلى عملك، عندما تسعى على رزقك، تنوي بهذا التقرب إلى الله عز وجل، تنوي بهذا التقوي على طاعة الله تعالى. فالأول حجبه في الحصول، أو حجبة في الحصول، والثاني حجبة في التناول. يعني عندما يحصل الرزق هو ينظر مهتم بالأسباب، خايف من مديره، خايف مش عارف من مين، يقول لك أيوة لما أعمل كذا هيحصل كذا، فقلبه متعلق بالأسباب الدنيوية. والثاني حجبته في التناول، لما يجي يتناوله بقى بعد ما جاب الرزق وخلاص، هيتحول هذا الرزق لحاجة يستعملها، سواء كان ثياب أو بيت أو أكل أو شرب أو كذا، لا ينوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل. وقول الشيخ ولا حساب ولا سؤال ولا عقاب عليه في الآخرة، فالسؤال يكون عن حقوق النعم لقوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وأكل النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه طعاما ثم قال والله لتسألن عن النعيم هذا اليوم. طيب إذن السؤال ماذا يكون؟ يكون يوم القيامة عن الأمور التي تمتع بها الإنسان، وهذا التمتع لا يكون إلا إن حجب الإنسان عن الله تعالى. أما إذا رزق الإنسان الرزق ورأى الله سبحانه وتعالى في تحصيله ورأى الله تعالى في تناوله، فإنه لم يحجب عن الله فلا مجال للسؤال. وكان الشيخ رضي الله عنه يقول السؤال على قسمين، سؤال تشريف وسؤال تعنيف. فسؤال أهل الموافقة والعناية سؤال تشريف، وسؤال أهل الغفلة عن الله والإعراض عنه سؤال تعنيف. وافهم رحمك الله أن الحق سبحانه إنما يسأل أهل الصدق، وإن كان هو العالم بأخبارهم وبخفي أسرارهم، ليظهر مرتبة صدقهم العباد وينشر محاسنهم في المعاد. طيب إذن
ربنا سبحانه وتعالى قد يسأل بعض الصالحين أو يسأل أهل الصدق ليظهر مرتبتهم، ويبقى هو مش سؤال لا يراد به التعنيف ولكن يراد به إظهار شرف أهل الصدق وحتى يعرف الناس محاسنهم، فهو نوع من النعيم، نوع من الإكرام، نوع من التشريف. ما فعلكم ما تفكروش إنه يعني أنت في الدنيا هنا عايش والناس الطيبين اللي قضوا أعمارهم في طاعة الله وفي ذكر الله وفي كذا، لا، ربنا هيرفعهم في الآخرة كما تواضعوا في الدنيا للخلق وكما قضوا أوقاتهم في طاعة الله في الدنيا، الله سبحانه وتعالى في الآخرة يرفعهم أمام الخلق جميعا كما كانوا أهل خفاء في الدنيا، لم يطلبوا الشهرة في الدنيا، لم يطلبوا غير الله في الدنيا، الله عز وجل ينشر محاسنهم في الآخرة، الجزاء من جنس العمل. فإذا سألهم الله عز وجل فهذا السؤال سؤال تشريف، يعني بإظهار فضلهم وبإظهار شرفهم أمام الناس، كما يقول السيد لعبده ماذا صنعت في أمر كذا، وهو يعلم أنه أحكمه وأتقنه، ولكن أراد أن يعلم الحاضرون اعتناءه بأمره وعنايته بشأنه فافهم. وقول الشيخ ولا حساب، فالحساب نتيجة السؤال، فإذا سلموا من السؤال سلموا من الحساب، وهو كل ده الشيخ عمال يشرح لنا إزاي يكون الرزق الهنيء هنيء وكيف لا حجاب فيه وكيف لا حساب فيه وكيف لا سؤال فيه وكيف لا عقاب فيه. هو بيقول لك هنا الشيخ إن السؤال ناتج عن إن الحساب ناتج عن السؤال، وإذا كانوا لن يسألوا فإذا لن يحاسبوا، وإذا لم يحاسبوا سلموا من العقوبة. فذكرها الشيخ وإن كانت متلازمة ليبين ما يستلزم هذا الرزق من المنن، يعني هذا الرزق الهنيء منة من الله عز وجل، وفي داخل هذه المنة عدد من المنن. إذا علمنا هذه الفائدة إن الرزق الهنيء فيه هذه العطايا من الله سبحانه وتعالى، فإذن واجبنا بعد ذلك ونحن نسأل الله عز وجل علينا أن نسأله رزقا هنيئا، ونحن ننوي بالرزق الهنيء مش مجرد بس أن الواحد ما يتعبش، لا، رزق لا يحجب عن الله، رزق لا حساب فيه، رزق لا سؤال فيه، رزق لا عقاب عليه في الآخرة. يقول فذكرها الشيخ وإن كانت متلازمة ليبين ما يستلزم هذا الرزق من المنن التي لو انفردت واحدة منها لكان حريا أن يطلب، يعني لو افترضنا أن الرزق الهنيء بس والذي لا يحجب عن الله، بقية المنن الأخرى لا حساب لا سؤال لا عقاب مش موجودة، يقول لك اطلبه أيضا، فهذه المنة تستحق العناء. لو افترضنا أن الرزق الهنيء هو الذي لا حساب فيه فقط فهذه منة تستحق العناء، وهكذا. وقول الشيخ رضي الله عنه على بساط علم التوحيد، أي على أن أشهدك فيما رزقتني وأراك فيما أطعمتني، فلا أشهد ذلك من غيرك ولا أضيفه لأحد من خلقك. طيب إذن لما يقول لك الشيخ هنا على بساط علم التوحيد، هو بيعرف الرزق الهنيء، نعرفنا الرزق الهنيء، قال والرزق الهنيء الذي لا حجاب به في الدنيا ولا حساب ولا سؤال ولا عقاب عليه في الآخرة، على بساط علم التوحيد والشرع سالمين من الهوى والشهوة والطبيعي. فيعني إيه على بساط علم التوحيد؟ يعني وانت بتحصل الرزق لا تشهد إلا الله عز وجل باعتبار أنه هو الذي رزقك
وحده. وعندما تطعم من هذا الرزق وتستفيد من هذا الرزق لا تشهد أيضا إلا الله عز وجل، هو الذي أطعمك، هو الذي سقاك، هو الذي ألبسك، هو الذي أسكنك، وهو الذي أركبك، وهكذا، بحيث لا تضيف شيئا من ذلك لغير الله تعالى. وكذلك أهل الله لا يأكلون إلا على مائدة الله، يعني لا يأكلون إلا على مائدة الله، يعني لا يأكلون ويرون الفضل إلا من الله سبحانه وتعالى، فهو بيأكل من الله مباشرة. أطعمهم من أطعمهم، يعني أيا كان من اللي جابله الطعام أو الأرزاق، هم لا يرون إلا الله تعالى، لعلمهم أن غير الله لا يملك معه شيئا، فسقط بذلك شهود الخلق عن قلوبهم، فلم يصرفوا لغير الله حبهم، فلم يصرفوا لغير الله حبهم، ولا وجهوا لمن سواه ودهم، إذ رأوا أنه هو الذي أطعمهم ومنحهم من فضله وأكرمهم. قال الشيخ أبو الحسن يوما: إنا لا نحب إلا الله تعالى، أي لا يتوجه الحب منا إلى الخلق. فقال له رجل: قد أبى ذلك جدك يا سيدي بقوله: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. فسيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه قال كلاما، وهو إنه قال: نحن لا نحب إلا الله. فأم الوفد قال له: يا سيدي، جدك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. يعني الواحد مجبول على حب الوالدين، على حب الأبناء، على حب الأستاذ، على حب كذا. فقال: نعم، نحن قوم لا نرى المحسن إلا الله، فلذلك جبلت قلوبنا على محبته. يبقى حضرتك لما تيجي تقول لي هنا: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، من المحسن؟ من المحسن؟ الله عز وجل. لذلك الشيخ قال: نعم، نحن لا نرى المحسن إلا الله تعالى. وكذلك كل واحد منا يا أيها الإخوة الكرام عليه ألا يرى محسنا إليه، ولا رازقا له، ولا معطيا له، ولا مانا عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا أحب لا يحب إلا الله عز وجل. ومن رأى أن المطعم هو الحق سبحانه تجدد عنده مزيد الحب على حسب ما يتجدد من تناول النعم. يعني تخيل كده، أنت كل ما تيجي تأكل وجبة أو تشرب حاجة أو تأكل حتة فاكهة أو تعمل أي حاجة، شايف إن دي جاية لك من الله، كأنك بالضبط قاعد مثلا ضيف في بيت والناس عمالين يجيبوا لك الطعام والشراب، فأنت قلبك هيميل لشكر هؤلاء الناس على الأقل. فقال لك هنا: من رأى أن المطعم هو الحق سبحانه تجدد عنده مزيد الحب على حسب ما يتجدد من تناول النعم، يعني كلما تناول نعمة كلما تجدد في قلبه الحب لله تعالى، لقوله عليه السلام: أحب الله لما يغضوكم من مننه. يبقى عليكم أن توجهوا قلوبكم لحب الله عز وجل، إذ هو سبحانه وتعالى الذي يغذوكم بفضائله. ومن رأى أن الله هو المطعم، هو المطعم له، صانته هذه المطالعة عن الذل للخلق. يا أخي، مش مديرك هو اللي بيرزقك أبدا، ولا فلان ولا علان. أو أن يميل قلبه بالحب لغير الملك الحق. ألم تسمع قول إبراهيم الخليل عليه السلام: والذي هو يطعمني ويسقين؟ فشهد لله بانفراده بذلك، هو يعني منفرد بالإطعام والسقيا، فشهد لله بانفراده بذلك واعترف له بوحدانيته فيه. وقول الشيخ رضي الله عنه على بساط علم التوحيد والشرع: لأن من استرسل مع إطلاق التوحيد ورأى أن الملك لله أو الملك لله وأن لا
ملك لغيره أو ملك لغيره معه ولم يتقيد بظواهر الشريعة فقد قذف به في بحر الزندقة وعاد حاله بالوبال عليه. عايز يقول لك هنا إنك وأنت تطعم وأنت ترزق عليك من مراعاة الحقيقة والشريعة. إيه الحقيقة؟ إن حضرتك ترى أنه لا فاعل إلا الله. إيه الشريعة؟ الشريعة إن الله عز وجل سخر لك بعض عباده، فلا تعتقد أنه بيعطيك هو الله ذاته، لا كده أنت تكفر. اللي بيعطيك الراتب ده، اللي مشغلك ده، عبد من عباد الله تعالى، ليس هو الله سبحانه وتعالى، ولكن الله هو المسخر، الله هو المسخر. ذلك قال توحيد وشرع على بساط علم التوحيد والشرع. ليه الشيخ بينبه على كده؟ لأن الإنسان يا أيها الإخوة الكرام كلما ذاق شيئا من معاني التوحيد الحق، كلما كان عرضة لهذه المزالق، لأنه إذا امتلأ القلب بلا إله إلا الله هيبص يلاقي نفسه بعد شوية يقول لا موجود إلا الله، وهيعتبر الخلق اللي حواليه دول كلهم غير موجودين، عدم عدم. من هنا يتدخل الشيطان وقد يضل فيعتقد بأمور لا توافق ظواهر الشريعة. فإذا لابد من إيه؟ من جمع وفرق. جمع يعني يجتمع الله عز وجل في القلب فيملأ القلب، ثم يفترق عند معاملة الخلق فيراهم مسخرين بالله وليسوا هم ذات الله عز وجل. طيب يقول وعاد حاله بالوبال عليه، ولكن الشأن أن يكون بالحقيقة مؤيدا وبالشريعة مقيدا، وكذلك المحقق فلا منطلقا مع الحقيقة ولا واقفا مع ظاهر إسناد الشريعة. يعني الشريعة لما تسند الأفعال للعباد في بعض الآيات والأحاديث اعرف إن إيه، لا يعني هذا إسناد ظاهري لا تقف عنده بل انظر خلفه. وفي نفس الوقت عندما تنظر خلفه لابد أن تعود مرة ثانية لترجع إلى إسناد الأشياء إلى من أسندت إليهم، فتجمع بين نظرين، نظر إلى الحقيقة إلى الله عز وجل باعتباره المحرك والفاعل الأصلي والأول والوحيد والمؤثر في كل شيء سبحانه وتعالى بحيث لا فاعل إلا الله، تذوق هذا المعنى، ثم في الوقت نفسه ترى الأسباب، ولكن رؤيتك للأسباب ليست رؤية العابد للأسباب بل العابد لرب الأسباب، وكان بين ذلك قواما. فالوقوف مع ظواهر الإسناد شرك، والانطلاق مع الحقيقة من غير تقييد بالشريعة تعطيل. تعطيل لماذا؟ تعطيل للشريعة حيث أراد الله سبحانه وتعالى أن تنسب الأشياء إلى الأسباب، ومقام الهداية فيما بين ذلك، يعني أن تجمع في قلبك بين النظرين، عين على الشريعة وعين على الحقيقة، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، زي اللبن كده بيخرج من بين الفرث والدم
يخرج كده لبن خالص من بين أمرين مكروهين، كذلك تخرج الهداية من بين الحقيقة والشريعة بالجمع بين الحقيقة والشريعة. طبعا غني عن البيان، يعني نقول لحضراتكم إن هذا لهذه الأمور التي يتحدث عنها الشيخ هي أمور ذوقية ولا تحصل في القلب دفعة واحدة. يعني ما تطلبش مني أن تقول لي يا شيخ طب أعمل إيه علشان أجمع بين الشريعة والحقيقة، أنا ما أقدرش أقول لك تعمل إيه إلا أني أقول لك أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، أقبل على الله عز وجل، ثم يمن الله عز وجل عليك بهذا المعنى. لأن هذه الأمور يا أخوانا مش مسائل رياضية نعمل إيه فيحصل إيه، هذه الأمور أنت تتعلمها، بتشتاق للتحقق بها، بتسأل الله عز وجل أن يحققك بها، بتكثر من ذكر الله عز وجل، بتلزم الأوامر وبتجتنب النواهي، ثم يمن الله عز وجل عليك بهذه الهدايات الربانية. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعتذر من حضراتكم، نتوقف هنا، فأنا اليوم متعب قليلا. أي سؤال؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو مش سؤال يا دكتور، هو بس يعني تعليق لو حضرتك تسمح لي، أو يعني تساؤل. هو حضرتك يعني لما جيك نتكلم على الأمور الذوقية، زي إن إحنا كده نوازن ما بين الحقيقة والشريعة، أو زي لما سألت حضرتك قبل كده زي نوازن ما بين، يعني زي نبقى بنكره الفعل لكن مش بنكره الإنسان. هو أنا قعدت أفكر في الموضوع ده، لقيت يعني أنا متخيلة، يعني حضرتك صحح لي، ان هو برضو في جزء تدريبي، تدريب للنفس. يعني انا بحس ان انا احيانا بقعد اتكلم مع نفسي زي ما حضرتك بتتكلم معانا كده، يعني اجي في الموقف واحس ان كان حضرتك بتكلمني، اقعد افتكر الكلام اللي حضرتك قلته في الدرس، واقعد اقوله لنفسي تاني وتالت ورابع في كل موقف، طبعا مع ذكر ربنا سبحانه وتعالى كل نصيحه بتاعت حضرتك. بس انا متخيله يعني ان الواحد برضو بيقعد يكلم نفسه، بيقعد يدرب نفسه على الفكره. ده حقيقي، ده جزء من العملية، لكنه مش هو كل حاجة، لأنه المعاني التزكوية هذه احنا قلنا ان هي معاني ذوقية مش مجرد تدريب. لأنه حتى لو الواحد تدرب ويعني وقف على أعتاب هذه الأمور التي نتحدث فيها، فهيظل بعيد عنها، لأن المراد هو أن هذه المعاني تدخل في باطن الإنسان على الحقيقة. طب التدريب بيعمل إيه؟ التدريب بيخليها على حافة الباطن أو على باطن الإنسان، أو بيخليها في زي ما المشايخ كده بيقولوا في باطن الظاهر، يعني ما زال الإنسان شغال مع الظاهر مش مع باطنه الذي ينبغي أن يتوجه إليه الإصلاح. فهو أنا ما بقللش من قيمة أن الواحد يكلم نفسه ويدرب نفسه ويستعين بالله ويدعو الله ويذكر الله، لا أقلل من شأن هذا، ده مطلوب. المجاهدة دي مجاهدة، المجاهدة مطلوب، لكن هل بالمجاهدة وحدها الإنسان تحصل له هذه الأمور الذوقية؟ لا لا، ده محض توفيق من الله عز وجل، إن علم الله سبحانه وتعالى في العبد يعني خيرا. فلأن المسألة ما فيهاش استحقاق، الواحد ممكن يقعد 5 سنين عايز يصلح صفة واحدة من صفاته، صفة واحدة من صفاته عايز يصلحها، مش عارف،
وبعدين يجي في لحظة يقعد مع حد من الصالحين، ولا يقرأ كلمة تؤثر فيه، ولا وهو قاعد كده فجأة يبص يلاقي سبحان الله قلبه تغير في هذا الأمر. أو سبحان الله من غير ما يقعد الواحد 5 سنين ولا حاجة، ربنا سبحانه وتعالى يعطيه من فضله. والصحابة رضي الله عنهم لو حضراتكم تلاحظوا تصرفات الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأثر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة، هتلاقي أنه هذا الأثر متفاوت. أثر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة متفاوت بحسب الاستعداد، وبحسب القسم الأزلية، وبحسب ما كتب عند الله سبحانه وتعالى للعبد، وبحسب الإقبال من العبد على الله، أمور كثيرة. فمن الصحابة مثلا سيدنا أبو بكر اللي كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا كبيرا، لدرجة أنه لما النبي يشرب يقول فشرب حتى ارتويت، يعني المية اللي نزل في جوف النبي صلى الله عليه وسلم هذه كأنها نازلة في جوف أبي بكر. ده واحد من الصحابة سيدنا أبو بكر. من الصحابة من جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد اعدل، فإنكم يا آل كذا قوم مطلون. ده كان صحابي برضو. فإذا التدريب مهم، لكن الافتقار إلى الله أهم. الله أعلم. بالنسبة للنعم التي لا نحصيها فكيف نشكرها حتى إذا ما حسبنا عليها فقد أدينا حقها؟ شكر النعم يكون باللسان، أن تقول الحمد لله، ويكون باستخدام هذه النعم فيما خلقت له. فربنا أعطاني مال، كيف أشكر هذا المال؟ أن أنفقه في حلال، أن أتصدق ببعضه، هذا شكر المال. ربنا أعطاني صحة، كيف أشكر نعمة الصحة؟ إني لا أستخدم قدمي ولا يدي ولا عيني ولا أذني ولا لساني في معصية، وإني أجعل هذا البدن طائع لله سبحانه وتعالى. وهكذا فهكذا يشكر الإنسان النعمة، والله تعالى أعلم. أداء حق النعم لا يكون أبدا. يعني أنت بتقول لي في السؤال هنا حتى إذا ما حوسبنا عليها نكون قد أدينا حقها، أنت عمرك ما هتأدي حق النعم، لكن ربنا لطيف، ربنا قال لك اعمل حاجات بسيطة، افعل هذه الأمور البسيطة وأنا أقبل منك، لكن أداء الحق لا يكون أبدا. أنت لا تؤدي حق النعم، وإنما أنت تفعل الشيء البسيط الذي سيقبله الله. يعني زي طالب الأستاذ قال له لو جبت 1 من 100 هنجحك، بس فأنت مطلوب منك أنك تجيب 1، فمش بعد بقى ما الأستاذ ينجحك تروح تقول له والله ده أنا الحمد لله نجحت وأنا عملت اللي علي. لا، أنت ما أديتش حقها. فالإكثار من الحمد، وليس عبثا إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لنا وردا بعد كل صلاة الحمد لله 33، وقبل النوم الحمد لله 33، ثم يقول لنا في الحديث على كل سلامة من الناس صدقة، ويدلنا بعد ذلك على التسبيح والتحميد والتهليل، أو على صلاة الضحى فركعتين في الضحى، يعني فتكون قد أديت
يعني زكاة يومك عن بدنك. أمثال هذه الأمور، أمثال هذه الأمور يقبلها الله سبحانه وتعالى، وهي أمور بسيطة. الأساس فيها هو ألا تستخدم النعم في معصية، ده الأساس فيها، ده شكر النعم، ده الحد الأدنى، ألا تستخدم نعم الله في معصية الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، نلقاكم على خير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنا ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.